تغذية بدنية. دونك بسم الله نبدا اليوم. الحصه ديالنا غتكون على الحصه، حصه على الحصه ديال التربيه البدنيه. فإلى اسمح لي الاخوان، يعني احسن ما يمكن نستشهدوا به ولا يمكننا نستمدوا منه القوه ديالنا، يعني من الفهم المعرفي ديال الحصه ديال التربيه البدنيه لا سيونس، هو لو تكست اوفيسيال. فانا جبت هنا لو تكست اوفيسيال باش ناخذ منه هو المفهوم اللي هو بغى من الاستاذ يتعامل به، ويعني ولي ديريكتيف، يعني التوجيهات اللي بغات التعليمات الرسميه هي اللي بغات تكون في هاد الحصه. فانا جبت لكم غير الحصه باش نقول لكم بانه راه جبتها دو مانيير انتغرال، يعني كيف هي محطوطه في التكست اوفيسيال. وبغيت نقول لكم بانه هاد لا ديفينيسيون هادي اش بغاو منا حنايا في المهمه ديالنا، بغاونا نحطوها هنا، يعني بغاونا هذاك المضامين كلها اللي كاينه في لا ديفينيسيون اللي هي كاينه هنايا، بغاونا نحطوها في واحد لاكري. وهنايا اذا سمح الاخوان غادي نزور لكم شويه الارغونومي. الارغونومي كيهضروا بلا ستركتور اي لا فونكسيون اي لا فورم. مثال بسيط على لا ستركتور لا فورم، يعني لا ستركتور ديال الانسان. الانسان هو جوج اليدين، جوج الرجلين، راس، جسد، كذا كذا. وهذيك لا ستركتور اللي عنده واحد لا فونكسيون اللي هو كنتمشى وكنتسلقوا وكان، ولكن هاد لا ستركتور مع هاد لا فورم هادي عطاتنا اون فورم. لا فورم هو كنمشيو على رجلينا. فإلا خدينا مثلا لا ستركتور مثلا ديال يعني ماشي انسان، وخدينا لا ستركتور ديال 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 يعني حيوان، غنلقاو بانه هو ما كيمشيش على جوج، كيمشي على اربعه. علاش؟ لحقاش لا فورم ديالته بغاتو باش يكون كيمشي على 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 اربعه. وبالتالي كان نقولوا بانه تو ستركتور عندها اون فورم وعندها اون فونكسيون. وبالتالي حنايا فاش كنرجعوا لهنايا لهذا لا ديفينيسيون اللي عطاتنا الدوله، هذه هي لا ستركتور. هذه هي لا ستركتور كانها كتعطينا واحد المجموعه ديال المعلومات، مجموعه ديال المعطيات، مجموعه ديال لي ديريكتيف، يعني لي زورغان ديال لا سيونس. كيقول لك ها لي زورغان ديال لا سيونس، وها لا فورم اللي غدير فيها لا سيونس، هي هذه هي لا فورم. وبالتالي حنا اش غادي نناقشوا؟ غادي نناقشوا لا فونكسيون، كيفاش غنستعملوا هذوك لي دوني ولي كونيسونس اللي هما كاينين في لا ستركتور، في هذيك لا ديفينيسيون، كيفاش يمكن حنا نوظفوهم. دونك غير باش نفهموا بالنسبه للمضمون كيفاش كيكون. عندنا هاد لا ستركتور، عندنا هاد لا فورم، دونك حنا خصنا نوظفوها، وهذا هو الدور اللي كنديروا حنا، واحد يعني لا فونكسيوناليتي ديال داك الشيء اللي مات. ف هنايا لا ميم ديفينيسيون. اوليو باش ناخذها كوم ايماج، خديتها دابا كوم تكست، درت لها كوبي كولي. واذا ردتو معايا البال هنايا الفوق كيفاش هما التعليمات الرسميه كيعرفوا بلا سيونس، كتلقاو بانه استعملوا دو تيرم هنا. باردون سمحوا لي، كيقول لك هنا لي سيونس دونسينيومون ابرونتيساج اي ايفاليسيون فورماتيف. دونك اوتوماتيكمون هنايا فاش غنشوف انا الشكل باش نوضع العنوان ولا الاسم ديال لا ديفينيسيون، كنفهم بانه راه لا ديفينيسيون ديجا فيها دو بلوك، فيها لونسينيومون ابرونتيساج، وفيها شي حاجه على ليفالياسيون، وهنايا كتبان لنا. دونك هذه اون فيزيون ماكروسكوبيك. دونك ديجا يعني كنفهموا بانه لا ديفينيسيون اللي عطاتنا التعليمات الرسميه فيها دو بلوك، ان بلوك اللي كيهضر لنا على لونسينيومون ابرونتيساج، وان بلوك اللي كنتنبؤوا غادي يهضر لنا على ليفالياسيون ايتون دوني جايه في لو تيتر. دونك نطرقوا للبلوك الاول. انا غادي غير نقرا، كيقول شاك سيونس فيز ليفوليسيون دي بوسيبيليتي دي كاباسيتي فيزيك اي سبورتيف اي دي كونيسونس كونيتيف دي زيليف ا بارتير دي سيتياسيون بروبليم دون لور سوليسيون بيرميت. كاين شي لعيبات هنايا راه المهم شي دي زيرور دو فراب جو كخوا. Leur solution permettent la formation et la création de nouvelles connaissances qui va en parallèle avec les objectifs proposés par le projet du cycle. En tant que référent, nous avons une deuxième partie. Donc, chaque séance, chaque séance vise une évolution, fait un tatouage
ديال اش؟ ديال الامكانات، ديال القدرات البدنيه والرياضيه والمعارف المفاهيميه ديال التلميذ، لكل تلميذ، انطلاقا من الوضعيات، من وضعيات المشكله دون لا سوليسيون، حيث الاجوبه هي اللي غتسمح بالتكوين والخلق لمفاهيم جديده او معلومات جديده اللي كتمشي متوازيه مع الهدف اللي حطيتي، واللي هو كيكون مقترح من خلال السيكل، الحلقه ديال 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 لوباس. وهنايا كيبان بانه بزاف ديال المعاني اللي كيعطيونا. غادي نبداو بالاولى، هضروا لنا على كاباسيتي فيزيك اسبورتيف، وهضروا لنا على كونيسونس كونيتيف، بمعنى انه هضروا لنا على لو سوجي خداوه كجسم، وداكشي اللي كيهضروا عليه كاباسيتي فيزيك، وهضروا عليه ك ذهن، كفكر، كيهضروا عليه كونيسونس كونيتيف، وهادو جوج مكونات ديال لو سوجي ديال الانسان العاقل. دونك هنا لو سوجي اللي هو لو ليف، وكيقول لك هاد لو سوجي هذا اللي هو مجموع في الكاباسيتي ديال الفيزيك اي لي كونيسونس كونيتيف دي زيليف ا بارتيغ دي سيتياسيون، يعني عطوك لوبجي باش غتخدم، وحطوك في يعني في الوضعيه ديال سوجي اوبجي، وهاد لوبجي غادي يكون سو فورم ديال سيتياسيون بروبليم. اش كيوقع؟ كانه كيقول لك اودي هاد لو سوجي الا هو كانت عنده اون سيغتان انتراكسيون، وهاد الانتراكسيون في الوقت اللي كيكون لو سوجي فاس ا لا سيتياسيون كتسمى لاكتيفيتي دو ليليف، بالنسبه لنا حنا كاساتذه طلابيين كتسمى لاكتيفيتي دو ليليف. لاكتيفيتي دو ليليف هي لانتراكسيون اونتر ليليف اي لا سيتياسيون بروبوزي، كتسمى لاكتيفيتي دو ليليف. كيقول لك الا كانت هاد الانتراكسيون دون حيث لو سوليسيون، يعني الا لقى هو الحل لهذا البروبليم هذا، هذاك الحل هو اللي كيعطيه التكوين، كيف لو بيرميتر لا فورماسيون اي لا كرياسيون، كيعطيه التكوين وكيعطيه الخلق او الابداع ولا دي نوفيل كونيسونس، كيعطي معلومات جديده، يعني كتولي انت عندك واحد ديجا هنا في لابروش اللي كونستركتيفيست، ديجا كيحطونا هما في القالب ديال الكونستركتيف ديال يعني المقاربه البنيويه، يعني كونيسونس كترك توصلك الكونيسونس اخرى كونيسونس اخرى، اش كتعطي؟ كتعطي ليفوليسيون اللي عطاونا في الاول ديال لا ديفينيسيون، سي سا لو سونس ديال ليفوليسيون. دونك ديجا هنا ما عطاوناش غير ديفينيسيون، ولكن حطونا حتى في لابروش، لابروش قال لك اودي غتخدموا بلابروش كونستركتيفيست هنا ديجا، وكيعطيونا واحد المعنى اخر حتى هو راه كاين ايحاء بهذا المعنى هذا، كيقول لك ديرو في الكونيسونس كي با اون باراليل، اللي خصك تمشي متوازيه مع من افيك لي زوبجيكتيف بروبوزي او سيكل، يعني انت لوبجيكتيف اللي كدير في لا سيونس ديالك ماشي كتمشي وكدير حصه وكدير ان اوبجيكتيف، لا، هذاك لوبجيكتيف ديالك كيكون خاضع لواحد الصيروره ديال من الاهداف اللي كتكون انت برمجتيها في لو سيكل اللي حنا هضرنا عليه الاسبوع المداخله اللي فاتت. وبالتالي هنايا فاش غادي انت تمشي لو سيكل، ولو سيكل بين اطوندي خديتيه من الموديل والموديل خديتيه من لوتي، فهو عطاك يعني عطاك لا ديفينيسيون وعطاك لابروش وعطاك لي ديريكتيف، يعني لاكسيولوجيك بالنسبه للاخوه اللي كانوا معنا في التريتمون والاناليز ديداكتيك، يعني هذا هو لابور اكسيولوجيك، قال لك اودي هاك غادي تمشي، ها فين غتمشي وها كيفاش غادي تمشي. ندوزو دابا، كنتمنى نكون وصلت الفكره هنا، لانه هادشي مهم، هو اللي غادي يقدر يخلينا الا حنا تفاهمنا عليه، ماشي يعني ماشي تفاهمنا، لا، الا فهمتوني وما انا نتفاهموا، يعني كل واحد كيبقى عنده الراي، يعني الراي راه هو كيبقى حنا مختلفين، انا ما كنقولش هادشي اللي كنقول هو اللي عندي الصح، لا، كنقول انا غير هكي فهمت الامور وبغيت غير يفهموني الناس، ولا ما اتفقوش معايا داك حقهم. ف دونك المساله فيها سوجي، وكنتو بارل دو سوجي كنهضروا على الكوتي فيزيك ديالو ولو كوتي كونيتيف، وكنهضروا على لو سوجي فاس ا ان سيتياسيون بروبليم دون لا سوليسيون دو بروبليم بيرمي لا فورماسيون، و سيت فورماسيون بيان اونتوندو ايل سي مان دان اوبجيكتيف كي في بارتي دون ايارشي دي اوبجيكتيف كي سون مونسيوني في لو بروجي بيداغوجيك، اللي هو بيان اونتوندو كي سانسبير دي موديل دو بروغرام ديال لو بي اس سو فورم ديال لو تي. دونك هنايا بوان، والشطر الثاني اللي قلنا في لا ديفينيسيون اش كيقول لك؟ اي بور كو، هنا راه كاين بعض الملاحظات صراحه ما غاديش ندخل ليها، ما غاديش نحاول نقرا انتيغرال، لانه كاين بعض الشيء العيبات اللي هي خاصها
خسرت ربما التراجع، راه تلقى شي حاجه كانت باب الحمر، شي حاجه بزرق، شي حاجه بالكحل، دكرة كل واحده كتبت على سبب. انا اي بور كو لابرونتيساج سوا ريوسي، ماشي سو ريسي، سوا خاصها تكون سوا، اي بور كو لابرونتيساج سوا ريوسي، كانه هنا الي يعني المشرع راه معاك ديريكت، كيقول لك الا بغيتي هذه تنجح ها اللي غادي دير. انا كيولي عنده لو سونس ديال لو تكست، ان تكست يعني فيه لانستركسيون، فيه التعليمات، ما بقاش غير توجيهات، هذه تعليمات، يعني خصك دير هذا الشيء هذا. اوترومون دي سي سا، هذه لا لونغ اللي جايه هنايا. اي بور كو لابرونتيساج سوا ريوسي لونسينيون اي فو كيل فاس، خصو يدير ليفاليسيون فورماتيف، يعني في الحصه ديالك درتي هاد لابروش اللي هضرنا عليها ديال سوجي اوبجي وسان ديال يعني لو سوجي اللي هو ليليف مع لي سيتياسيون بروبليم، كيخصك دير ليه ليفاليسيون فورماتيف كونتيني معاه دائما لور دي سيونس دابرونتيساج بور كوريجي او ديمينيي. يعني الا قلنا ديمينيي غادي نفهموا بانه راه اوغمونتي، ولا قلنا كوريجي يعني غادي نقولوا الضد ديال كوريجي هو ما عرفت اميليوري اميليوري. دونك الا لقيتي الوضعيه اللي كت ولا يعني لا سيكونس دابرونتيساج ديالك ولا لو بروسي دابرونتيساج ديالك انت لقيتيه يعني ما كاينش توافق ما بين المتعلم وما بين داكشي اللي كتعطيه انت، فانت يا ملزم انك دير دي فيدباك، دير دي فيدباك للمشاكل اللي كيعترض لها الدري. هذا هو السورس اللي كاين هنايا، غادي نقراها لكم كامله باش اي بور كو لابرونتيساج سوا ريوسي لونسينيون اي فو كيل فاس دي ايفاليياسيون فورماتيف كونتينو او اس لور دي سيونس دابرونتيساج بور كوريجي اي ديميني لي ديفيكولتي غراس او فيدباك، يعني بالفيدباك اي او بروبليم روكونتري باغ لي زيليف. هذوك المشاكل اللي غادي تلقى نتايا في الوقيته ديال لا سيكونس دابرونتيساج خصك انت تعالجها بليفاليا، خصك دير لها ليفاليسيون فورماتيف، وليفاليسيون فورماتيف غتعطيك واحد ليدي على كيس كيس باس، وانت كي خصك تعالج هذاك الشيء وتعالج بالفيدباك. كانه هنا كيقول لك في الفقره الاولى كانه كيهضر لك على ديداكتيك ديال لا سيونس ديالك، وفي الفقره الثانيه كيهضر لك على لابرونتيساج ديال لا سيونس ديالك. في الفقره الاولى كيهضر معك انت كاستاذ على لابروش ديالك، وفي الفقره الثانيه كيهضر لك على التلميذ كيفاش انت تعالج معاه الامور، وفي كلها كانه كيعطيك اون ستراتيجي ترافاي. بالنسبه لي انا هاد الديفينيسيون فيها اون ديفينيسيون وفيها اون ابروش وفيها اون ستراتيجي دو ترافاي.